مساء الخير، أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. النهاردة هتكلم عن الديمقراطية الاقتصادية وعن ضرورتها في مصر. طبعا الديمقراطية الاقتصادية ما ينفعش تطبق إلا لما يكون النظام ديمقراطي، يعني يكون موجود already ومصر للأسف ما فيهاش ديمقراطية، ومصنفة رسميا دولة سلطوية وتحتل الترتيب 131 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية لسنة 2022. الديمقراطية الاقتصادية بتعرف على أنها ضمان لعدد من الأشياء، يعني أو من الأهداف. أول حاجة أن هي بتضمن الحقوق بس مش متساوية، ولكن كمان تكون حقوق عادلة، يعني بتضمن ان الحقوق تكون متساوية وعادلة في نفس الوقت. ولانها نموذج لسياسة التوزيع الاقتصادي، فهي كمان بتضمن الزام اصحاب العمل ووسائل الانتاج ان هم يدوا حق العمال ان يكون ليهم تأثير في ادارة اماكن عملهم بشكل عملي وملموس. تالت حاجة بتضمن حقهم في الحصول على حصة في أرباح شركات المالية. رابع حاجة أن هي بتستلزم ضرورة إنشاء صندوق للموظفين والعاملين مملوك ليهم بمساهمة إلزامية من أصحاب العمل، على أنه يديروا مجلس منهم من العمال ممثلين ليهم، بيتألف من أعضاء من مختلف التنظيمات النقابية. تجربة الديمقراطية الاقتصادية أثبتت على مدى أكثر من نص قرن في أوروبا والدول الديمقراطية أن التخوفات الأحزاب اليمينية واليسارية ما كانتش صحيحة. كانوا خايفين ان هي لما بعد ما تتطبق انه احتمال ان ده يربك التنمية الاجتماعية الاشتراكية، وان احتمال ان العمال لانهم هيبقوا مالكين جزء من رأس المال ان هم يتحولوا الى رأس ماليين، وكان في تخوف ان العمال مواقفهم تتغير من مواقف زي ما يكون في مشاكل اجتماعية أو في مشاكل قوانين التلوث أو الاستغناء عن العمال، إن موقفهم يتغير عشان هم بقوا رأس ماليين صغيرين. الحقيقة ده ما حصلش خالص بالمتابعة، يعني ما حصلش أي حاجة من التخوفات دي. بقى في السويد مثلا، من هم ابتدوا في السويد من السبعينات، بقى من العادي نشوف واحنا قريبين منهم، يعني بنشوف انه ان اصحاب العمل هم اللي بيقوموا بالمظاهرات ضد العمال لما العمال يقوموا بانشاء صناديق ليهم. فاصحاب العمال هم اللي ينزلوا في الشوارع، وده طبعا يعتبر انجاز انه مش متعودين يعني عليه. خامس حاجه من ضمن الأهداف بتاعت الديمقراطية الاقتصادية إنه القرارات الاقتصادية المحلية إن هي بتضمن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور التعاونية. سادس حاجة إنه بيضمنوا كمان ملكية الإنتاج إن هي تقول للشعب. يعني سبب نجاح الديمقراطيات الاقتصادية في العالم إنها بتسيطر على أكثر من 37 من وسائل الانتاج، والقطاع الخاص بيلتزم بقوانين دقيقة. كل ده علشان في النهاية تقول ملكية الانتاج للشعب. الديمقراطية الاقتصادية أصبحت هي الحل لأزمات العصر اللي احنا عايشين فيه، والعصر اللي احنا عايشين فيه تحديات مصيرية كتيرة جدا، أهمها طبعا بصفة عامة يعني عدم المساواة وأزمة دولة الرفاهية،
وأزمة المشاركة السياسية، ومؤخرا أزمة تغيير المناخ. دي كلها تحديات الديمقراطية الاقتصادية استطاعت إلى حد كبير إن هي تساعد في حلها يعني. والتحديات دي أصبح ما ينفعش إن نقعد نلصم في حلها ونعدل تعديلات هنا وهناك، ما ينفعش، لازم، وما ينفعش نستخدم نفس الوسائل اللي هي كانت السبب في المشاكل دي كلها، في التحديات دي كلها. لازم نلاقي يكون في تغيير جذري في كل المسارات دي. في مصر لو حبينا نتكلم على أنها تكون مرشحة يعني لتطبيق الديمقراطية الاقتصادية، طبعا ده بعد ما، فلو بصينا في الأرقام هنلاقي إنه للأسف في 10% من الأغنياء في مصر بيمتلكوا أكتر من 74% من إجمالي الثروة، وإن 75% من السكان البالغين في مصر ما عندهمش القدرة إن هم يشتري عربية أو يشتري شقة، والحاجات دي طبعا ما بقتش رفاهية يعني، بقت حاجات أساسية يعني. في إحصائيات مستقلة يعني، بعيد عن نظريات المؤامرة والحاجات دي، إن بتقول فعلا إن في شريحة 1% اللي هي الأعلى دخل في مصر بتستحوذ على 19.1% من إجمالي الدخول، بينما 50% اللي هم الأقل دخل بيستحوذوا على 18.2% فقط من إجمالي الدخول، وده طبعا بيعكس مقدار الخلل في المساواة في الدخول يعني. المتضرر الأول والأخير من غياب الديمقراطية الاقتصادية في الأنظمة المختلفة هم العمال والفلاحين، لأنهم طبعا بينتموا للطبقة المتوسطة والفقيرة زي ما هو الحال في مصر، مع أنهم مفروض أن هم بيشكلوا القاعدة الرئيسية للاقتصاد وهي العمود الفقري لاقتصاد أي بلد، اللي هم العمال والفلاحين. ولكن للأسف في السنين الأخرانية كان في تفاوت كبير قوي بين المأجورين من العمال الفلاحين وبين أصحاب العمل في مصر يعني. في مصر وبسبب غياب الديمقراطية الاقتصادية كان هناك العديد من الخسائر اللي تأثر بها عموم الشعب العادي يعني، منها إساءة استغلال صندوق المعاشات، طبعا ده تأثر بيه معظم الشعب، من القرار الخاطئ لمشروع قناة السويس، وهو مشروع كويس ولكنه أولوياته جاء في وقت غلط، اضطرينا نقترض قروض كبيرة، واستهلكت العملة الصعبة كلها في شراء المعدات اللازمة عشان يتعمل في سنة بدل 3 سنين والكلام العجيب ده. وده طبعا الاقتراض ده واستهلاك العملة الصعبة هو السبب الرئيسي في تعويم الجنيه في سنة 2016. طبعا في برضو مضار تانية زي الصناديق السيادية واقتصاد الجيش الموازي. اقتصاد الجيش ببساطة أفسد، وكل التقارير بتقول أفسد الاقتصاد الرسمي، لأنه التنافس فيه غير عادل، ما ينفعش يعني. وطبعا مؤخرا زي ما احنا عارفين اللي هي القروض اللي اتخذت علشان نسدد القروض اللي علينا، ودي كانت برضو المشورة فيها خاطئة تماما، وما نتيجة ان العقلية العسكرية بتفكر بطريقة مختلفة. في شروط حطها طبعا اللي هو سامويل هينغتون، هو يعني الأب الروحي للديمقراطية الاقتصادية، وحط بعض الشروط اللي هي لازم تتبع في حالة بعد التحول لنظام مدني ديمقراطي، منها إن هي لازم يكون في وجود آليات لضمان النزاهة والشفافية، لازم مراعاة الدقة في نصوص البنود عشان ما تستغلش وتؤول لتفسيرات مغرضة،
البنود طبعا لازم تكون منصوص عليها في الدساتير وفي قوانين المؤسسات والهيئات والنقابات وحتى في المعاهدات الدولية والعالمية. طبعا برضو لازم يبقى في وجود نخبة سياسية تتابع كل البروسيس دي، وفي نفس الوقت بالتوازي لكل ده لازم يبقى في نشر لثقافة الديمقراطية اللي هي بتتطور طول الوقت، ولازم يبقى في متابعة ليها. في النهاية ببساطة يعني إن الأمل الوحيد في مصر إن هي تتحول إلى نظام مدني ديمقراطي، والنظام الديمقراطي هو أفضل نظام الحكم عرفه الإنسان حتى اليوم، يعني ما فيش نظام، ولذلك كل الدول اللي متبنياها هي أفضل الدول على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، وقواعده المعروفة اللي لازم كل بلد من حقها إن هي تحققه اللي هي حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة، التداول السلمي للسلطة، أصبحت حاجات أساسيات لازم من حق الشعوب إن هي تحققها يعني أو تحصل عليها يعني. والديمقراطية هي في النهاية مطلب عادل وشرعي، وبتعتبر منهج علمي لحياة المجتمعات المعاصرة علشان تعزيز التنمية البشرية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومش العكس زي أعداء الديمقراطية طبعا بيروجوا لعكس هذا الكلام، وده مش حقيقي. الحقيقة الديمقراطية تستحق النضال من أجلها على الرغم من وجود أعداء ليها. في لينك موجود للتفاصيل أكتر، وفي زي عشرات الكتب بتتناول الديمقراطية الاقتصادية، و موجود اللينك هنا هو، وبعض الكتب موجودة كتير منها. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم تحت شعار الديمقراطية هي الحل.